فقرة صنع في الأهلي، وبطل فقرتنا النهاردة كابتن حاتم مرسال لاعب النادي الأهلي السابق في ألعاب القوة. بدأ مشواره مع النادي الأهلي في 1986 ثم اعتزل في عام 2013. حقق جميع بطولات الجمهورية في جميع المراحل السنية لحين الاعتزال، تاريخ كبير ومشرف بكل تأكيد. لعب وثب طويل وثلاثي وحقق ميداليات في البطولة العربية وكمان دورة الألعاب الأفريقية وكأس العالم للقارات، كمان شارك في أولمبياد سيدني 2000، حقق العديد من الأرقام القياسية في ألعاب القوة. خلينا نطلع نشوف تقرير أو نروح نشوف كابتن حاتم مرسال قال إيه في فقرة صنع في الأهلي كالعادة، ثم بعد كده فاصل، وبعد الفاصل استقبال النجم الكبير كابتن محمد حشيش اللي هيكون ضيف فقرتنا الأولى في البيت الكبير. داخل اسوار النادي الاهلي وشفت كل القدوه والمعامله الحسنه والاخوه والاخاء والصداقه، يعني حاجه جميله جدا. يعني فعلا اللي ما لعبش في النادي الاهلي خسر كتير في حياته وما اتعلمش كتير. بعد كابتن محمد غريب منصور مرنت مع كابتن صبحي حسن، ربنا يديله الصحه والعافيه، اتعلمت منه كتير واتحسنت على ايديه وحققت ارقام احسن. بعديها على طول جه دكتور محمد خليل، ودكتور محمد خليل يعني من الناس قريبين جدا الى قلبي، وهو دكتور كليه التربيه الرياضيه وكان عميد كليه التربيه الرياضيه بالمنصوره. النجوم في النادي الاهلي يعني العقل مش ممكن يعدهم، والاسماء مش ممكن، كتيره جدا كتيره. يعني من الوقت اللي انا بدات فيه بقى سنه 86 لغايه 2013، انا لعبت العاب قوه من 86 لغايه 2013 وقفت لعبه واتجهت التدريب، انما في الحقبه الزمنيه دي اللي انا لعبت فيها العاب قوه ابطال كتير جدا مروا في تاريخ العاب القوه بالنادي الاهلي. خصوصا النادي الاهلي على فكره هو انشئت فيه العاب القوه قبل ما ينشا اتحاد مصر العاب القوه. العاب القوه في النادي الاهلي تقريبا من 1908 الاتحاد المصري اسس 1910، يعني تقريبا يمكن قبل كده كمان العاب القوه اسست في النادي الاهلي. وتقريبا الوقت اللي انا بدات فيه العاب قوه كل الارقام المصريه سواء في السبرنت، الجري مسافات طويله، الوثب، قفز بالزانه، كلها ارقام محققه باسم ابطال النادي الاهلي. يعني حتى مدربينا كانوا هم اصحاب ارقام، يعني كابتن مدحت عبد النبي، دكتور الله يرحمه كابتن محمد غريب منصور، كابتن صبحي، كلهم كانوا اصحاب ارقام. جماهير النادي الاهلي
نتمنى منهم ان هم دايما في ظهر النادي الاهلي وابطال النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي. اتمنى منهم بس الصبر، يكون عندهم صبر على لعيبه النادي الاهلي، لان لعيبه النادي الاهلي بتحب النادي، ابطال النادي الاهلي بيحبوا النادي الاهلي جدا، وما بيأثروش في اي حاجه، بس في بعض الاوقات الظروف بتكون ضد وما بتساعدش اللعيبه ان هي تعمل احسن حاجه، وده بيحزن اللعيبه قبل الجمهور. فبتمنى ان الجمهور دايما بحب ويقف ورا ابناء النادي الاهلي وابطال النادي الاهلي، وكسابق عهده يكون صبور وما يصيبوش الاحباط او ضيق صدر او حاجه، لا اصبروا، انتوا دايما صابرين على الاوقات الصعبه اللي بيمر بيها النادي الاهلي او ابطاله. فتاكدوا ان اللعيبه والابطال وابناء النادي الاهلي دايما حاطينكم في بالهم دايما، وهم في البطولات فاكرين النادي الاهلي وفاكرين جماهير النادي الاهلي، ودايما عاوزين يفرحوهم، وان شاء الله دايما الجمهور بيساند النادي وابطاله، ودايما اللعيبه هتسعد الجماهير ان شاء الله.